أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نمكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكم شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطوائلها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان ضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم.
طبعه قسم ربك ذو الجلال والإكرام. الله مولانا العظيم. ये देखिए माशाल्लाह मदीने में बच्चे खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर शख्स आके इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, उसकी उसके जज्बात और उसकी जो एक खुशी है वो दीदनी होती है, देखने वाली होती है माशाल्लाह। चाहे वो छोटा ना समझ बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन मदीना मुनव्वरा इतनी खूबसूरत बारगाह है, मस्जिद नबी शरीफ इतनी प्यारी बारगाह के यहाँ पे बच्चे भी देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफ हैं। अल्लाहु अकबर। वो गुंबद खजरा छतरियों के पीछे बिल्कुल आप उसकी ज़ियारत कर सकते हैं। सफाई यहाँ की सैन मुबारक की और कदमैन शरीफ़ैन की सफाई के लिए लोग भी यहाँ के खादमीन भी आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि माशाल्लाह लोग आके अपने मदीना यूनिवर्सिटी से बहुत से तालिब इल्म आते हैं और बहुत से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से अपने इम्तहानात की तैयारी वगैरह के लिए भी। ये मेरा ख्याल है काफ़ी देर से मैं इनको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ। माशाल्लाह ये इम्तहानात वगैरह की तैयारी में मसरूफ़ है। बहुत खूबसूरत मंजर है, बयान से बाहर है। इन दोनों को आप देखेंगे, इनसे ज़्यादा खुश और लग नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। मैं इस वक्त बिल्कुल बख़िये पार्क के करीब बैठा हूँ और इन्होंने कदमैन शरीफ़ैन में भी हर तरफ छतरियां नस्ब कर दी हैं। चलो नाते पाक की फरमाइशें आ रही है तो ज़ुल्फ़िकार भाई की पड़ी हुई एक नात उसके चंद अशआर में पढ़ देता हूँ। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, ये आपके लिए कह रहा हूँ। कभी तो मेरा सलाम होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किस्मत के ताले तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोले, तभी मैं आका अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफ़ैन में बैठा हूँ। कभी तो किस्मत
جو تڑپتے ہیں یہ ان کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ایک اور فرمائش آئی ہے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. ایک فرمائش آئی ہے جو ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت آج بھی دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کی بخشش مغفرت فرمائے. ان کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کی فضا اچھی، در و دیوار اچھے ہیں. سبب یہ ہے میرے آقا، میرے سرکار اچھے ہیں. سبب یہ ہے میرے آقا، میرے سرکار اچھے ہیں. مریضان اجل نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا، مریضان اجل نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا در دیکھا. خدا رکھے قیامت تک، خدا رکھے قیامت تک، وہ سب بیمار اچھے ہیں. سبب یہ ہے میرے آقا، میرے سرکار اچھے ہیں. اے سبز گنبد والے، منظور صدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا، جب تنہا
امداد میری کرنے، آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو، اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا. یا اللہ، جتنے لوگ ابھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک پیج پہ، ان تمام ماں باپ کو حرمین شریفین کی اور مدینہ طیبہ کی بار 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 بادب حاضری عطا فرما، اور جتنے لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں یا اللہ، ان کو اسی طرح قدمین شریفین میں بیٹھ کے پروردگار آقا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرنے کی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. مجھے اب مزید اصالِ ثواب کرنا ہے، مزید تلاوت کرنی انشاءاللہ، درود پاک پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہیں. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں، اور تمام اہل جنت البقیع کی بارگاہ میں، اور بالخصوص بالخصوص صداقت کے تاجدار افضل البشر بعد الانبیاء بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آج مدینہ منورہ میں 21 جمادی الثانی ہے، کل 22 جمادی الثانی ہے، تو انشاءاللہ آج ہی سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اصال ثواب میں شروع کر دوں گا. تو آپ بس دعا فرمائیے گا کہ اللہ میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور یہاں سے پاکستان واپسی کے لیے مجھے ہمت عطا فرمائے، کیونکہ ہمتیں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ آقا علیہ السلام کا دیار چھوڑ کے اپنے وطن واپس آتے ہیں، پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں، ہمت ختم ہو جاتی ہے جب الوداعی حاضری پیش کرنے آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.